أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. ينعدم الحراك السياسي الداخلي باستثناء تنقلات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لأجل البقاء على قيد الحياة السياسية، إذ تنقل بين صيدا وجزين داعيا من أجل التضامن في مواجهة إسرائيل، مصوبا على حكومة تصريف الأعمال وإبقاء منصب رئاسة الجمهورية شاغرا. إلا أن المعارضة مستمرة في التصويب على الثنائي الشيعي، وخصوصا بعد امتناع الثنائي عن تحديد موعد للجنة المشكلة من أجل طرح مبادرتها. أما المقاومة فلا تزال تركز على الجبهة الجنوبية، وخصوصا أنها تقاطعت مع أمريكا في عدم توسعة الحرب، ولكنها في الوقت نفسه على أتم الاستعداد للمواجهة. غير أن هوكشتاين يعد بقرب الحل بشأن غزة، ولكنه يحمل حزب الله مسؤولية فتح جبهة الجنوب. عن كل هذه المحاور سنتحدث في هذه الحلقة مع ضيفي في الاستوديو الكاتب السياسي والصحفي إبراهيم ريحان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بدنا نبلش بالمشهد العالمي، لأنه يمكن لبنان تفصيل ما بعرف إذا مبين أساسا على الخريطة وكل هذه الحركات اللي عم بتصير داخل لبنان. كيف ترى المشهد بالخارج، وخصوصا أنه نتنياهو راح، بتلاقي أنه وصل لهدفه، ولا من أصحاب نظرية أنه لا رجع فاشل من أمريكا ورح نشوف نتائج هذه الزيارة؟ اولا زيارة نتنياهو للولايات المتحدة كانت تندرج بإطار السياسة الداخلية الإسرائيلية، يعني هي كانت الاستهلاك الداخلي عند المجتمع الإسرائيلي اكثر مما هي عند يعني لها تأثير على القرار الأمريكي. اليوم الأمريكان في فترة انتخابات رئاسي وفي انقسام بالحزبين واضح صار، فنتنياهو شفناه نحن عم بيوقف يلقي الخطاب امام الكونغرس، عم بيثني على بايدن ويثني على ترامب، يعني ما بقى عم بيعمل الغلطة اللي عملها بال2015 لما هاجم باراك اوباما. فاليوم عم بيحاول يوازن بين الاثنين، عم بيقدم مراقل حتى يجي يقول بالداخل الإسرائيلي أنا رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد يلي خطب أمام الكونغرس 4 مرات، وطلع لعب دور الضحية وكذب، وكلهم كانوا عارفينه عم بيكذب، هو عارف أنه هني عارفينه عم بيكذب. فكانت خلينا نسميها حفلة كانت عملها نتنياهو للاستهلاك الداخلي الإسرائيلي أكثر مما لها تأثير على مجريات الحرب، لأن أولوية الحزبين اليوم هي الانتخابات. نعم. وليس موضوع غزة. نعم. والموقف الوحيد يلي سمعه كان بالبيت الأبيض من جو بايدن ومن المرشحة نائبة الرئيس كمالا هاريس عن ضرورة وقف الحرب في غزة، بس ما بيعني أن لو في هذا الموقف اليوم بأمريكا أن هذا الموقف سيكون مؤثر نظرا للتغير اللي عم بيصير بالإدارة. واضح صار بايدن صار برات المشهد وفي انتخابات حامية بين كمالا هاريس وترامب، وغير واضحة النتائج اليوم، وإن كان ترامب يتقدم بعض الاستطلاعات أو بالصورة، بس ما بيمنع أنه كمالا هاريس تقدر تحصل وتلحق ترامب، خصوصا عم تاخد دعم من الجاليات اليهودية بأمريكا. وكمان بنفس الوقت الاستطلاعات تظهر تقارب بينه وبين ترامب بعديد من الولايات، ومنها الولايات المتأرجحة مثل ميتشيغان وبنسلفانيا. طيب بدنا نرجع نفوت بهود التفاصيل، بس بما أنه عم تحكي عن موضوع نتنياهو كيف يتعامل مع المرشحين الرئاسيين، مثلا رح أعطيك مثلا رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط يعتبر بأنه نتنياهو هو من يتحكم ببايدن وبترامب وليس العكس. نتنياهو يعتمد على اللوبيات يلي في جزء من اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة يسوق لنتنياهو، هذا بيتقاطع بمصالح متقاطعة، تقاطع مصالح بينه وبين بعض أعضاء اللوبيات، ولا بالضرورة يعني أنه اللوبي اليهودي والصهيوني بالولايات المتحدة يفضل شخصية نتنياهو. عم بيصير التعاطي مع نتنياهو مثل ما عبر أحد السيناترز اليهود بالمجلس الشيوخ، أنه تعاطي لاحترام مقام رئاسة الوزراء الإسرائيلي، لكن في الوقت عينه نتنياهو أسوأ رئيس وزراء مر على تاريخ الكيان من تأسيسه. في هيدا الشكل عم يشتغل فيه نتنياهو اليوم، يحاول التسويق لنفسه داخليا بالكيان الإسرائيلي وبممارسة أو تقاطع اللوبيات مع المرشحين، عم بيحاول يسوق نفسه بهذه الطريقة، بس هو ما قادر ينفذ أجندتهم، بس كمان ما قادر يملي الأجندة تاعيته على كان عم على بايدن أو على المرشحة كمالا هاريس أو على والعكس دونالد صحيح ترامب. يعني احنا شفنا اللقاء بينه وبين دونالد ترامب، أول شيء ما كان سهل لعقد اللقاء، كان في وساطات استمرت أكثر من شهر لقبل دونالد ترامب يستقبله لنتنياهو، كان في شرط من دونالد ترامب عشان هيك عمل اللقاء نهار الجمعة، أنه يتشكر ترامب ويدين محاولة الاغتيال من على منبر الكونغرس نهار الأربعاء. هدول الشغلتين لو ما صار ما كان ترامب حيستقبل نتنياهو. وجود سارة يمكن كان 100% لعبت دور كبير. ف
فكمان شفنا انه يعني حاول ترامب يعطي صور متناقضه بلقائه مع نتنياهو، ساعه يرحب فيه بحراره وساعه يتبارد ويتجاهل عمدا امام عدسات الكاميرا، ايضا بيعطي فيها اشارات متناقضه دونالد ترامب. وهو علاقته دونالد ترامب بيقول لك انه يلتزم هو على طول بيقول انا التزم باسرائيل، بيفرقوا بين الشخص والكيان، يعني بيعرفوا كمان ما فيهم يكونوا هم اللي جت لمستقبل السياسه. هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه، انه حتى مقاطعه بعض الديمقراطيين كانت لكلمه نتنياهو بالكونغرس، كمان بيقولوا لك انه دائما تصب باتجاه انه حتى ولو كان في هذه الحركات الاعتراضيه، بس بالاخير قرار امريكا بدعم اسرائيل على حساب باقي الدول المجاوره لاسرائيل، وبالتالي شو اهميه هذه الحركات كلها؟ لك هو التزام تاريخي هذا بين الأمريكان والإسرائيليين، هذا الالتزام تاريخي ولن يتغير، بالعكس بعد حرب غزة زادت متانته. يعني كمان حتى نوضح الصورة أكثر، لو في خلافات بين جو بايدن ونتنياهو ولا تزال خلافات، وبايدن ينقل عنه بقى كمان أنه بيشتم نتنياهو بالمجالس المغلقة والعكس، بس الفكرة أنه بايدن لما يجي يقول أنا رئيس وزراء كاثوليكي رئيس أمريكي كاثوليكي صهيوني، يؤكد على صهيونية بايدن. هو الرئيس الأمريكي الوحيد نزل على تل أبيب ويجيب حالة حرب، هذه سابقة بالتاريخ العلاقات. عم بيحاول يفرق بين الدعم للكيان ككيان وكشخص نتنياهو، يعني كان عم بيعطول في هذه الشعرة بالعلاقة. وترامب نفس الشيء، علاقته بنتنياهو مش مثل ما الناس بتصورته انه صديق والانتيم، ما في مقطوع العلاقه بيناتهم من 2021 من 2020 من الساعه يلي هنأ فيها نتنياهو بايدن بفوزه بالانتخابات، كان في قطيعه كامله بين ترامب ونتنياهو، وصار في وساطات مؤخرا دفعت ترامب ليحط بعض الشروط لحتى يقدر ليقبل يلتقي فيه نتنياهو. هذا اللي صار. نعم. يعني على التفرقه بين الشخص والالتزام بالشراكة مع الإسرائيليين. نعم. ككيان. طيب كنت عم تقول أنه المرشحين يمكن بيحكوا أكيد بحل الدولتين وبالحل بخصوص غزة، ولكن هل هناك نية حقيقية أستاذ إبراهيم؟ دائما نشكك بموضوع أمريكا أنه إذا في حال كان بدها هي حل الدولتين وكان بدها الاعتراف بدولة فلسطين، كانت إسرائيل ما بتقدر تقول لا، وبالتالي في حكي ولكن هناك نية بالمرحلة المقبلة أن يتحقق هذا الهدف؟ لأنك حل الدولتين وإن كان لا يزال موجود ومطروح، وصرفنا اعترافات غربية، وهي الاعترافات لم تكن لتكون لولا الموافقة الأمريكية. أوكي، بس اليوم حل الدولتين واقعياً عم نحكي عن الأرض من الصعب تطبيقه. لا، أول شيء عندك 600-900 ألف مستوطن في الضفة الغربية، دول محرم، مين بدي يقدر يشيلهم؟ نعم. جيش إسرائيلي ما في شيء. عندك مسألة يوم قطاع غزة أساساً مسألة أساسية، في كلام أنه في دعاة بقلب الحكومة الإسرائيلية عارة احتلال القطاع، في ناس عارة الاستيطان بالقطاع، في ناس تقليص مساحة القطاع، يعني اللي عم بيعمل الطريقة التي يعامل بها قطاع غزة ما بيقدم لك أنه في بالمستقبل استعداد ولو 1% من أي حكومة إسرائيلية كانت يمينية يسارية وسط أنه تعطي الدولتين حدود 67 الفلسطينيين. وفي عقبة كبيرة كمان، نعم، عنوان اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. نعم. وهذا الشيء كمان يعقد المفاوضات، خصوصا أنه كل المبادرات العربية حتى التصريحات العربية تدعو لحل الدولتين على أساس القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، واليوم بعد توقيع أو اعتراف الولايات المتحدة بالقدس كاملة عاصمة للإسرائيليين، هذه ما بتجعل الأمور سهلة أبدا على الإطلاق. يعني احنا أمام مشهد معقد فيما يتعلق بحل الدولتين. نعم. وكمان محرج لموضوع العرب تحديدا، لأنه يمكن كان في هيك نتفة ضوء بموضوع أنه ما صار بطوفان الأقصى، في دول كتير تحديدا خليجية وقفت عملية التطبيع وصارت حاطة هدف ومطلب أساسي هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. امبارح كلام نتنياهو بالكونغرس يعني كان واضح بالعكس، عم يدعي العرب لإعادة المضي بالتحالف، تحالف إبراهام مثل ما سماه. وين وضع العرب بهذا الموضوع تحديدا، وهل هذا يحرج العرب؟ أولا ما خلينا نرجع للكان عم بينحكى بالتطبيع بين المملكة العربية السعودية والإسرائيليين. بهذا الإطار من قبل طوفان الأقصى كان في كلام سعودي جدي أنه ما حيكون في أي تطبيع ما لم يكن هناك التزام واضح بحل الدولتين من قبل الجانب الإسرائيلي. نعم. والضمانة الأمريكية. بعد 7 أكتوبر صار هذا المطلب أكثر إلحاحاً عند السعوديين، وبكل اللقاءات يلي جرت بين الأمير محمد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالرياض، كان ومع أنتوني بلينكن وزير الخارجية، كان متشدد بموضوع حل الدولتين، بده يكون في دولة فلسطينية، التزام واضح بالدولة الفلسطينية وعلى
أساس 67 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وهذا الشيء صدر بشكل علني، رجع ببيانات الخارجية السعودية. هذا السقف يعني اليوم طوفان الأقصى عطى يعني قدرة السعودية تستفيد منه بالناحية الذهاب نحو أكثر تشددا بالمطالب والحقوق نعم. الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. يعني اليوم ما في تخطي لموضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كل الموجات الغربية اللي صارت، وإن كانت صارت بموافقة أمريكية، بس اللوبي اللي اشتغل بهذا الموضوع كان لوبي عربي بقيادة اللجنة السداسية اللي كانت على رأس المملكة العربية السعودية، هي التي قادت إلى اعتراف إسبانيا وغيرها من الدول بالدولة الفلسطينية. نعم. طيب، وبالتالي هل الحل برأيك قريب سيكون ولا لا؟ نحن كلنا توقفت المحركات من أجل الانتهاء من انتخابات أمريكا، ومن بعدها بنرجع نبحث بالحل. هلا الحل بدك كله حيكون حلول ظرفيه اذا صار في حل ظرفي، بس الحل الواقع اليوم للحرب المشتعله بقطاع غزه وبجنوب لبنان وحتى بالبحر الاحمر يبدو انها الاكثر ترجيحا انها مؤجله الى ما بعد الانتخابات الامريكيه. لانه اليوم خلينا ناخذ مثل هوكستين اللي هو عم بيتواصل ببعوث خاص وعم بيتواصل بين الحزب وبين الاسرائيليين نعم. موضوع الجنوب. هوكستين رايح على البيت، هلا واضح انه ضب غراب رايح على البيت. فاليوم للحزب مستعد وللإسرائيليين مستعدين يعطوا حدا رايح على البيت ورقة، وخصوصا على باب انتخابات. يعني كمان يعني الإسرائيليين عم بيحاولوا يبتعدوا عن إعطاء ورقة للجمهوري أو للديمقراطي حتى ما يراهنوا رهان يطلع خاطئ، عم يبتعدوا على هذا الموضوع. الحزب كمان بيعتبر أنه إدارة فيلي، والأرجح لأنه لهلا لليوم الأكثر الحظوظ أكثر لناحية دونالد ترامب. ففي حال إجا دونالد ترامب بده يكون الأسلوب التعاطي مختلف. فليه بدهم يعطوا اليوم هوكستين اللي رايح على أرجع على البيت يعطوه ورقة سياسية؟ وإن كان عم بيحاول اليوم هوكستين، بس كمان المحاولة ما بتعني أن ضرورة النجاح. بس كمان إذا بدنا نحط حالنا مطرح حزب الله، طب تجربة ترامب ما كانت سهلة على محور المقاومة ككل، بل بالعكس، يعني لازم يكون هيدا محفز أكتر لكرمال يستعجلوا بالتسوية ويستفيدوا من وجود ما تبقى من أيام لبايدن. هل الحزب لا مو مستعجل بالتسوية؟ مستعجل بالتسوية كيف يعني؟ على طول بتكون التسوية بدها تكون بوابتها حركة حماس، يعني بلش وقف اطلاق النار بغزة ليقدر الحزب يوافق هون. حماس أعطت كل ما تستطيع إعطائه من أجل وقف اطلاق النار بغزة، اللي هو من شأنه أن ينسحب وقف اطلاق النار بالجنوب. اليوم العلة هي عند الجانب الإسرائيلي. هلا بكرة في اجتماع بروما بين ديفيد برنياع ورئيس مخابرات المصرية اللواء حسين كامل ورئيس الوزراء القطري وويليام بيرنز رئيس السي اي اي مدير السي اي اي. هذا الاجتماع بده يبحث جواب اسرائيلي على الورقه المطروحه. بعد لحد هلا لحد من شوي ما كان حدا استلم الورقه الاسرائيليه، بدها تنطرح بكره جواب الاسرائيلي. يعني على الارجح بده يحملوا المطالب الاسرائيليه الجديده خلينا نسميها الى الطاوله بكره. هيدي من شأنها تعقد شوي اكثر، بس حسب المعلومات بكره في هذا الاجتماع بده يبحث الرد الاسرائيلي الذي لم يصل الى احد بعد، وعلى أن يكون في اجتماعات متلاحقة بين القاهرة والدوحة خلال الأسبوع المقبل في حال كان الاجتماع بكرة يعني لو شوي إيجابي. يعني ممكن يوصل هذا الاجتماع إلى ممكن تصور حل لنقول مش كل الحل اللي عم بيطرحه نتنياهو يتعلق بالمرحلة الأولى، أنه يأخذ الأسرى اللي عايشين ويستمر بحرب، ويكون عنده ضمان لاستئناف الحرب. أوكي. حماس ترفض اعطاء بترفض هذا المطلب، انه كيف واحد بده يروح الى المرحله الثانيه ترصع وقف اطلاق النار بده ضمانه فيها لاستئناف الحرب. هذه عقد كبيره منها عقد سهله. والارجح نتنياهو من كل زياره الولايات المتحده ما قدروا يضغطوا عليه اليوم لانه بايدن فالل، علما أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين سمع منه نتنياهو كلام بضروره انهاء الحرب، بس ما بيعني انه حيتجاوب بسهوله على القليل ليتيقن من نتائج الانتخابات المقبله. طيب ما هيدا السؤال ولب الموضوع، انه اذا في هيدا التوجه انه سمعوا الاثنين انه ضروره انهاء الحرب، طب على القليله امريكا توقف الدعم العسكري؟ لا هيدي ما حتعملها امريكا، هاي ما بتعمل لا هلا كرمال هيك بشكك بنوايا امريكا. لا ولا بعد بكره، ما هو في مشكله كنا عم نحكي فيها من شوي، الفرق بين نتنياهو والكيان الاسرائيلي عند الامريكان، بيفرقوا بين الشخص نعم. والكيان لو يسموه الدوله او الجيش او المؤسسات الاسرائيليه الموجوده اليوم نعم. التزامهم هون مش عند نتنياهو، عشان هيك بايدن اذا لاحظنا وقف شحنه واحده من الاف الشحنات اللي وصل، نتنياهو غط على قلبه صار وعم بيقتلنا وعم بيروحنا. منا سهل هيدا نعم. الموضوع عاد بالداخل، خصوصا انه
نتنياهو يمتلك أدوات ضغط قوية باللوبيات بداخل الكونغرس الأمريكي على المشرعين الأمريكيين، عنده أدوات ضغط بين اللوبيات، هو من الأقوى اللي بيعرف يستعملوا هذه الأداة بحكم أنه هو أساساً أمريكاني. نتنياهو يعرف كيفية تركيب الأمور السياسية والتشريعات اللي بتيجي بالكونغرس وكيف بينضغط على الرئيس وكيف لا داخل الولايات المتحدة. نعم. عنده خبرة بهذا الموضوع. طيب بدي انتقل شوي للجبهة اللبنانية، وخصوصا انه الرئيس مئاتي راح شارك بفعاليات افتتاح الألعاب الأولمبية، وعم بيقول انه بده يعمل اجتماعات كرمال تخص بجبهة الجنوب ويعني تثبيت هدوء الوضع على الحدود الجنوبية. ندعي له بالتوفيق. أداء قدرة فرنسا، عندها قدرة فرنسا هلأ أنه فعليا تحاول أنها تحفظ قواعد الاشتباك وما تتوسع الحرب أكثر؟ قد ما أنا وياك عم هي ذاتها، فرنسا لا تمتلك أدوات الضغط على الإسرائيليين ولا على الحزب بالدرجة الأولى. فرنسا تبحث عن دور، تبحث عن دور. هلا باللقاء الأخير بين هوكستين وجون إيف لودريان بباريس حكيوا بموضوع أنه تنسيق أو تكامل الدور الفرنسي والأمريكي، أنه فرنسا بتقدر تتعاطى بشكل مباشر مع الحزب بحكم أنه منه مصنف منظمة إرهابية. نعم. والولايات المتحدة تمتلك أدوات الضغط على الجانب الإسرائيلي، حاولوا يعملوا تكامل بين الدورين، وكان في وجهة الانتخابات الفرنسية وشفنا النتائج وما سوى ذلك. فاليوم حصول فرنسا تفرض واقع بضابط الاشتراك على الحدود صعبة، ما عندها الأدوات التي تخولها لعب هذا الدور بشكل جدي. طب على القليل نظمت بانتخاب رئيس جمهورية بلبنان لأنه الحرب ستكون مستمرة وطويلة يبقى. من طريق الفرنسي؟ ايه. انك بال 2020 بعد انفجار المرفأ اجا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جمع الكل وقال حكومة لا تذكره هيدي هون للدليل التدليل على قوة الضغط الفرنسي بالداخل اللبناني. جمع الكل قال ان حكومة تكنوقراط من المستقلين، فأتينا بالتكنوقراط الرئيس نجيب مئاتي ومستقلين من الأحزاب السياسية كلياتهم سياسيين وزراء. هل قد كان فاعل يعني؟ قالوا وإلا عقوبات، لا شفنا عقوبات ولا شيء يعني. قالوا بس مش بس قالوا زعم الفرزك أن سيقتل مربع. طب بس لكمان ما نظلم الفرنسي، بس مش بس الفرنسي عم بيلوح بالعقوبات أو الإجراءات اللي سمتها الخماسية الإجراءات، ولكن ما حدا كمان قدر يعمل شيء. بدنا نفرق الخماسية، موضوع العقوبات والإجراءات في فرق كبير. العقوبات تحتاج إلى قوانين، الدولة الوحيدة اللي عندها قانون فرض عقوبات من الدول الخماسية هي الولايات المتحدة. صحيح. باقي الدول ما عندها قوانين تخولها فرض عقوبات على أطراف أجانب وأطراف بس هن مش أصلا العقوبات الأمريكية، عشان هيك نحكى بكلمة إجراءات. صحيح. في فرق، العقوبات تحتاج إلى قوانين بالدول يلي عم تحكي فيها، الإجراءات لا، فيه يكون إجراء أنه فلم منع دخول على الدولة مع أو منع دخول الاتحاد الأوروبي بتصير. بس الطبقة السياسية الموجودة بداخل بلبنان من 2019 اليوم اكتسبت خبرة بتمسحها، يعني ما سهل التأثير عليها الخارجي. يعني مثلا الوزير جبران باسيل تعرض للعقوبات الأمريكية، تعايش معنا العقوبات الأمريكية خلاص، أكيد تعايش هو معها. تعايش معها لحظة، لأنه هلأ يعني البعض يفسر مواقفه بخصوص جبهة الجنوب أنه هي كمان غزل باتجاه أمريكا لسحب العقوبات عنها، يعني هيدا ما تعايش معه. موضوع سحب العقوبات منه كما تجري الأمور بلبنان مثلا، انه بيطلع محكمة التمييز بيقدم او بيستأنف بمحكمة التمييز بيحكي قاضي بيمشي الحال، لا من الامور بهذه البساطة. رفع العقوبات خصوصا ما يتعلق بماجنيتسكي يحتاج الى دحض الادلة يلي موجودة عند الولايات المتحدة لما فرضت هذه العقوبات. والادلة في المتهم يطلب او اللي عليه عقوبات يطلب كشف هذه الادلة. نعم. وبدي يتحضى بنفس الوقت، عشان هيك ما بظن لا في رفع عقوبات قريب. لا اعتقد. طيب قبل ما انقل لموضوع رئاسه الجمهوريه بدي ارجع كفي شوي بموضوع جبهه الجنوب. كان عم ينحكى وتحديدا القطري كان عم بيكون حراكه هو الانشط بين الدول بخصوص ال 1701 والحل الحدودي بجنوب لبنان. وين صار هذه، وين صارت هذه المفاوضات؟ هل لا زال القطري يسعى من اجل هذا الحل؟ لان ما رجعنا شفنا لا ابو فهد اجى على لبنان ولا حتى أي طرف سياسي راح على قطر. الدور القطري فاعل أكثر من الفرنسي خصوصا موضوع الجنوب، لأنه أول شيء القطري على تواصل تام مع كافة الشخصيات اللبنانية. نعم. في تنسيق أو في خلينا نسوي اتصالات قائمة على الجانب على المستوى الأمني بين الدوحة وتل أبيب. نعم. وبين هذا الشيء بمفاوضات اللي صارت بالدوحة أكثر من مرة والجولات التفاوضية وموضوع تبادل الأسرى والصفعة الأولى وما سوى ذلك. بس الدور القطري يحتاج إلى تجاوب من قبل الجانبين الإسرائيلي ومن قبل الحزب. علاقة قطر بإيران في اتصالات ممتازة بين الجانبين، وبنفس الوقت عندها علاقة التحالف بين الولايات المتحدة والاتصال الأمني مع الجانب الإسرائيلي. بس هذا كلياته القطري بيعرف
أنه يحتاج أولاً إلى وقف إطلاق النار في غزة، وعم بيتعامل هذا الموضوع بواقعية، أنه بس يبدأ وقف إطلاق النار بغزة يسهل موضوع الجنوب. حتى الأمريكي أكثر من بعض الناس مفكرين أنه لا صعب وبيوقف، لا أسهل منه ما في موضوع الجنوب بالنسبة للأمريكان بالنسبة للوسطاء، بس أنه يبلش وقف إطلاق النار بغزة لحتى يقدروا يحكوا مع الحزب. عم تحكي كحل أمني ولا كباكج؟ كباكج أو كحل أمني. إذا كان كحل أمني على القطع الأمريكان بيعتبروه سهل منه صعب، لأنه في تجربة 1901 بال 2006 مع الحزب، وفي تجربة ترسيب الحدود البحرية اللي بيعتبروا الأمريكان اليوم أنه الحزب كان براغماتي جدا بهذا الموضوع. نعم. ولا يزال حتى اللحظة نلاحظ احنا الساحل لا يزال بعيد عن خط الاشتباك، يعني من الجنبين بعد ما حدا قرب. نعم. لها اليوم في طلع طيارة استطلاعية، وهي استطلاع وقدر سير على إسرائيل، ولا أنه استطلاع منها انقضابية أو حربية أو مسلحة. فموضوع القطر ايه بيستطيع لعب هذا الدور مع بالشراكه مع الولايات المتحده، بس يحتاج لوقف اطلاق النار في غزه بالدرجه الاولى، وعنده يكون الحلول اسهل مما يتوقع البعض. طيب بس هو يستند على 1701 ولا في شيء جديد بالاضافه الى 1701؟ الحزب ما حيقبل شيء اضافه على 1701، يعتبر 1701 كافي. ونال الموافقه الاسرائيليه وصادر عن مجلس الامن، يعني مصوت عليه الولايات المتحده وفرنسا وروسيا كل الدول الخمسه اساسا، كان هو مشروع اقتراح فرنسي 100%. وهو اليوم 1701 يحتاج الى التطبيق فقط، الحزب عم بيطالب تطبيقه من الجنبين، الامريكان معارضوا التطبيق من الجنبين بحكم انه النص 1701 موجه للطرفين وليس لطرف واحد. يعني كل هاي الامور بيعتبروها الكل بيعتبرها سهله، بيبقى بس الاسرائيلي مش قبلان فيها. لا يعني في هيبه اسرائيل انهزت من 7 تشرين لهلا، مش قبلان انه نرجع لقواعد 1701 الا ما يكون في مكسب زياده غير قبلان. هو بس بده مكسب زياده، يعني اي اتفاق صار يقول انه الحزب وافق على التراجع عن خط الحدود. طب هيدا شو ممكن الورقه اللي يعطيها الحزب للمجتمع الدولي لكرمال يثبت هذه الجبهه؟ هيك هو الحزب بس بده يطبق 1901 يحتاج من عناصره فقط يشطحوا البدله العسكريه ويفوتوا على بيته، ما بيحتاج اكثر من هيك، انه ما عنده سكنات زهره، والكل بيعرف هذا الشيء والاسرائيلي بيعرف هذا الشيء. بس هو عم بيطلب النص بالكتاب يقول انه الحزب قبل بالتراجع ليقدر يقول للمستوطنين يلي ناسحين من مستوطنات الشمال انه بامكانكم العوده الى منازلكم. هذا الاتفاق السياسي الحزب ما راح يقبل فيها انه يكتب انه التراجع. لا لا حيحكي بس بال 1901، والرئيس بري عبر عن هذا الشيء بلقائه مع الصين، قال له احنا ما عندنا مشكل تطبيق 1901. طيب من الجنب ممكن يرجع ينحكى هلا ما عنده مشكل الثنائي الشيعي ابدا بزياده عناصر الجيش اللبناني بالجنوب، ولكن ممكن نرجع لنفس اسطوانه اللي كنا عم نسمعها بال 2006 هي تحت الفصل السابع؟ لا لا ما في تحت الفصل السابع، في 1901 كما هو. بس هلا هذا المطروح اليوم، اما زياده عديد الجيش بالجنوب الثنائي ما مانع، بس بده يمول هذه العمليه، اذا بتيجي تزيد 20,000 عسكري تجيبهم على الجنوب، هدول بيحتاجوا الى حوالي 300 مليون دولار بالسنه، مين بده يامنهم لهدول المصريات؟ كمان في هذا الكلام، الدوله قادره تدفعهم؟ بس قد ايه مدى يمكن جديه المجتمع الدولي بموضوع التجديد لليونيفيل وفق الشروط هي الحاليه؟ حيث. هل ممكن بعد ناخذ ونعطي بموضوع انه محاوله فرض هلا على طول كل سنه وقت فرض وقت تجديد ال 1901 او تجديد عمل يونيفيل؟ نعم. عم بيكون هيدي المحاولات لفرض شروط جديده وقائع جديده كل سنه بتكون، بس السنه حتكون اكثر صعوبه لانه في اساسا حرب مشتعله، فحيمشوا بالنص الماضي. مع انه الوزير عبد الله ابو حبيب قال انه بالعكس المجتمع الدولي مع انه الذهاب الى التجديد وفق الشروط الحاليه. لا وفق الشروط الحاليه، بس على طول بده يكون في محاولات، على طول الاسرائيليين بيضغطوا لمحاوله تغيير صلاحيات اليونيفيل او توسعه صلاحيات اليونيفيل، بس الارجح انه الانشي بالصيغه المعتمده ال 1901 يعني للتجديد لليونيفيل بالصيغه المعتمده، ما بدنا نغفل في دور الصين، عامل الصيني والروسي بهذا الموضوع اليوم. نعم. ما فينا نغفل. طيب خلصنا من هيدا المحور الإقليمي الدولي، ويبدو بأنه بعد الجبهة رح تضل مستمر وفق قواعد الاشتباك، هلا بتقوى شوي بتخف شوي حسب، ولكن ماذا عن الحراك الداخلي اللي عم نشهده؟ بطل في حراك بخصوص رئيس الجمهورية نهائيا، حتى الخماسية رفعوا العشرة يمكن، وحضرتك كنت عند السفير السعودي من فترة كم يوم، هل هناك اتجاه جديد من الخماسية لأجل إعادة تحريك هيدا الملف؟ كل الخماسية البيان الأخير اللي طلعته هو اللي عندها يعني كمان الخماسية منا لجنة ناخبة عن النواب لتنتخب عنهم، هي عم بتحاول مساعدة النواب أو المجلس النواب النيابي حتى ينتخب رئيس الجمهورية.
اللي يعني بالداخل في ناس عم يفكروا أن الخماسية تعمل كناخب بمجلس النواب، هذا شيء منه صحيح. الخماسية الخطوات اللي طلعت منها شو عملوا؟ التقوا بأغلبية أو كل الكتل النيابية، طلع معهم أنه كل هيدي أو أكثرية الكتل أو كل الكتل عم تفقوا كلياتهم على هاي المواصفات الرئاسية. طيب ما زلت تفقوا المواصفات الرئاسية، جيبوا مرشح، جيبوا المرشحين عندي بهالمواصفات حتى تحاولوا تسهلوا الموضوع على حالكم كنواب لبنانيين. بس اليوم بدنا كمان نكون واقعيين انه الحرب بجنون الثنائي الشيعي هو خلينا نسميه المؤثر الاول يوم موضوع الرئاسي، اول شيء بحكم مفتاح مجلس النواب مع الرئيس مري. نعم. وبحكم انهم متمسكين حتى اشعار اخر بترشيح الوزير السابق. بس هون المشكله، يعني بيطلع الدكتور سمير جعجع بيقول لك انه نحن لا يمكن ان نكرس عرف جديد بان تمر رئاسه الجمهوريه من باب عين التينه او الثنائي الشيعي. طيب ما احنا شفنا مبادرات للحزب الاشتراكي وللتيار الوطني الحر وللتغييريين، هذه كلها ليست بتكريس الاعراف. لما اي حد عم يجي على مبادره اكن تشاور او حوار او شو بيكون هذا اسمه؟ عم بكرس عرف. طيب ايهما الاخطر، تكريس عرف الفراغ سنتين لانتخاب الرئيس كل مرة، ولا يقعدوا اللبنانيين يحكوا مع بعض؟ أيه الأخطر؟ تكريس الفراغ أنه دكتور جعجع عنده وجهة نظر. ما فيك تعطيهم السيء والأسوأ واختاروا بيناتكم. في دستور بيقولوا لك أنه اتبع الآلية الدستورية. هو الحل باتباع الآلية الدستورية، بس بالواقع اليوم إذا بنقعد نقرأ الواقع السياسي اللبناني ما احنا بنطبق الدستور اليوم. فإلى حين تطبيق الدستور عندك شغلة من اثنين، في فراغ، في عرف اسمه بيبقى الفراغ إلى أن يأتي المرشح اللي بدي إياه، وفي أنه الحوار بجلسات مفتوحة لعشرة أيام بيكون عامل رئيس جمهورية بحسب بقول الرئيس بري، أنه عشرة أيام بيكون في رئيس جمهورية. طيب إذا في هاي وفي هاي مخلي التكريس الفراغ، هذا أخطر بكتير. ثاني شيء مو أنه كلمة الحوار، أنا ما بدي يترأسه الرئيس بري، أنا حوار بين النواب، مين بدي يترأسه يعني؟ احنا بيقولوا لك تشاور مش ضروري حدا، ما فينا نجيب مختار اهمج يترأس حوار النواب، النواب في لانه رئيس مجلس النواب هو بيترأس اي حوار بين الكتل النيابية. هو كمان مفهوم هيك منه سهل انه اوكي يصير في عرف اسمه الحوار قبل الانتخاب، بس نفس الوقت الاصعب انه يكون في تكريس الفراغ قبل الانتخاب، هذه اخطر بكتير. يعني ما نكون احنا واقعين بين خيار سيء او خيار اسوأ، لا بيكون الاقل ضرر هو الخيار المطلوب يمشي فيه. يعني لما نكون عم نحكي نحن انه او بدنا نقاطع الجلسات طير النصاب اذا بده يجي مرشح اكس او واي، طب هيدي كمان مش عرف، يعني عم نكرس عرف، ما بكرس الفراغ مثلا، عم نكرس الفراغ. بس هن بيقولوا لك احنا ما بدنا نقاطع، هو المقاطع الوحيد هو محور حزب الله وحلفائه، ومن يعطل رئاسة الجمهورية هو محور حزب الله وحلفائه، والرئيس بري حاطط مفتاح المجلس بجيبته، وهن كشيعة بدون ينتخبوا رئيس جمهورية، بدون يفرضوا على المسيحيين رئيس جمهورية. بغض النظر باللي قاله دكتور جعجع، في شيء عنه أكيد اليوم الثنائي ما أولويته الداخل، أولويته موضوع الحدود والإقليم، يشوف إلى ما ستنتهي ستقول إليه الأمور بقطاع غزة، وعلى أساسه بيقرر بالداخل. إيه هون في وجهة نظر، بس أنه الشيعة يكرسوا يشتغلوا رئيس الجمهورية، عم بيحكوا مع أسامة السبلاني بميتشيغن، عم بيتخانقوا عليه دونالد ترامب وكمالا هارس مين بياخذ أصوات أسامة السبلاني بميتشيغن. يعني أنا عم بتقول للمسيحية أنه الشيعة عم ينتخبوا رئيس، عم يختاروا رئيس أمريكا، ما بدهم يختاروا رئيس لبنان. نقرأ الأمور شوي بهدوء، أنه 27 نائب شيعي فيهم يجيبوا رئيس الجمهورية؟ لا بس هن بس طيب بالنهاية بس هن بتعطيلهم للجلسات. طيب عم يفرضوا. طيب الأحزاب المسيحية شو عملت بموضوع انتخابات الرئيس لليوم من سنتين لليوم؟ لما بيقولوا تقاطعوا على جهاد الزعور، ما هن عارفين لما تقاطعوا جهاد الزعور أنه ما بدهم جهاد الزعور. هن لما تقاطعوا كان يعني كان التيار أو القوات لما تقاطعوا جهاد الزعور اثنين ما بدهم جهاد الزعور، اثنين ما بدهم اياه. يعني ما هلا ما في حتى بس لو فتح دوره ثانيه الرئيس بري يمكن كان وصل جهاد. اجوا القوات وتيار الوطن الحر وقالوا احنا اتفقنا على مرشح، تعالوا انتخبوا حدا، قال لهم لا. طب ما هن ما قادرين يتفقوا بين بعض كمان التيار والقوات، ما كان في مشكله، ما كان في مشكله، ما على الترويقه ما في بقى مسؤول يقعد مع التيار او يقعد مع القوات او بقى. يعني في اليوم الأحزاب المسيحية عم تتعامل كمان بخفي، حتى نكون واقعي انت بتتعامل بخفي مع رئاسة الجمهورية، كما الثنائي الشيعي يتعامل بخفي بموضوع الرئاسي اللي هي الخفي من أي ناحية، خفي سياسية داخلية، يعني انت ما بدك تمشي بالانتخابات الا ما تكون ضامن مرشحك، وهذه كمان منا مقبولة. يعني كل الأطراف عم ترتكب قصص غير مقبولة لا دستوريا
ولا بالمنطقة أو الواقعية السياسية بتجعلها مقبولة. نعم. طيب كنت عم تحكي عن الخماسية اليوم في جو بتصور بجريدة الديار نقلا عن مصدر من الخماسية عم بيقولوا أنه نحن خلص بما أنه تسكرت بوجنا هل الأسماء المرشحة المطروحة ما في إلا الخيار الثالث، يعني بلشوا يحكوا جديا بخيار ثالث. موضوع ما يحصل بالجنوب والانتخابات الأمريكية وما سوى ذلك قد نوصل إلى نقطة ثنائي الشيعي يذهب نحو الخيار الثالث بتكرار سيناريو 2016، يعني ينتخبوا قبل الانتخابات الرئاسية بأمريكا بحكم أنه اليوم ما في حدا من الأحزاب الموجودة قادر يفرض مرشح أو يجيب مرشح معه 65 بالحد الأدنى. بس الحزب لمين بيأمن بهيك مرحلة خطرة أنه يكون خيار ثالث؟ لكن الحزب بالمرحلة الأولى إذا بدي أول شيء بدي يكون عندك أنه الوزير الفرنجي يكون هو ما بده يترشح. نعم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية بيمشي بخيار ثالث أنا برأيي واعتقادي غير الأسماء المطروحة اليوم. الأسماء المطروحة اليوم بتشير أنه أي يعني الخيار الثالث بده يكون مش الأسماء المطروحة، مش لأنه الأسماء المطروحة أكثر عم بيكون للتداول كما بيقولوا باللبناني للحرق يعني بهيدا. طيب ما هون السؤال ما في حدا يتكهن بهيدا. إيه ما في يتكهن، بس إنه نحن إذا بدنا نكون بمطرح حزب الله بده رئيس يطمئنه ما يطعنهم بظهرهم الخماسية يكونوا ركابه، هودي كلهم كلام السيد يعني يكون ركابه واية بوجه أمريكا وحلفاء واضحة. يعني في عندك اثنين يا سليمان فرنجية جبران باسيل بوجهة نظر حزب الله بيأمن بوجهة نظر الحزب بيأمن بس سليمان فرنجية كم جبران باسيل لا بعتقد بعض التصريحات الأخيرة بأنه بيأمن انه كمرشح رئاسي عم نحكي كتعاطي سياسي ماشي حال بس بظن الموضوع الرئاسي يختلف. ثاني شيء جبران باسيل له القبول داخل الكتلة العونية لحتى يكون مرشح رئاسي ما في انقسام بالكتلة العونية كنا نعرف هذا الشيء بس بالعودة الخماسية عم تعامل بواقعية كمان مع الملف اللبناني لأنه إذا بده يكون في رئيس ما يتقول لك الرئيس عطوت أنه ما يكون طرف شو ما يكون طرف من أنه ما يكون طرف أنه لا يستفز الثنائي والحزب بنفس الوقت يعني لما تقول ما يكون طرف يعني ما بيستفزهم مثل ما بيستفز غيرهم يعني في واقعية بهذا الإطار. والواضح أنه الموضوع الخيار الثالث بالأسابيع الماضية بلش يتقدم وإن بالكواليس بس حتى اللحظة الثنائي الشيعي يربط أي موضوع بالحكي بالخيار الثالث بإعلان الوزير الفرنجي أنه غير مرشح غير هيك هني ملتزمين مع الوزير الفرنجي. طيب عم تحكي عن موضوع حزب الله ما بيأمن للوزير جبران باسيل هلأ أوكي ما قلت ما بيأمن قلت ما بيجيبوا رئيس يعني بالخطاب الأخير في فرق بيتعاطى معه سياسي انتخابات مخترنية بنقابات مش الحال هيك صارت علاقتهم يعني برأيك؟ التصريحات اللي أطلقها الوزير جبران باسيل بالآونة الأخيرة لا تطمئن الحزب يعني كطمأن التي يحتاجها الحزب بس علاقته منيحة مع الحزب وبيقولوا لك أكثر من هيك أنه الحزب بيعطيه هيدا الهامش لكرمال يضلوا على علاقة منيحة مع المحيط ومع الإقليم ومع الخارج تحديدا أمريكا بحكم نعرفه نحن بالحياة السياسية لبنان بيعطي هامش لحب معين مش هلأد هذا فوق الهامش صار هذا هامش فوق الهامش طيب طب علاقة الوزير جبران باسيل بالرئيس بري لأن بآخر فترة صاروا عم بيقولوا أنه نحن اقتربنا من تحالف جديد يعني ما بين صارت علاقته مع الرئيس بري أفضل من علاقته مع الحزب إذا حزب الله ما بيأمن للوزير جبران قديك نوفر على الرئيس بري كتير قصص الوزير باسيل عمل الخطوة من قبل. هدف الوزير باسيل من التقارب مع الرئيس بري بحسب قراءتي وليس معلومي أنه محاولة للحفاظ على الكتلة العونية بمجلس النواب وتحصيل محاولة تحصيل مقاعد جديدة بمنطقة حصبية مرجعيون بجزين بيعرف شايف انتخابات التجربة الأخيرة بجزين لما نزل بدون الثنائي أثبت أنه بيقدر يجيب أصوات بدون حاصل ما بدون يعني أصوات بدون ما تأثر بالانتخابات بعلم انه لو كان مرشح مع الثنائي واليوم شفناه مرق عند مقر الجماعه بصيدا كمان وهذا له مؤشر يتعلق بالانتخابات المقبله بحكم انه صيدا جزين بحسب القانون الحالي هي دائره واحده فيحتاج الى تحالف قوي بصيدا ما تحالف قوي بجزين ما حدا بيقدر يعمل له تحالف قوي بصيدا الا مع الثنائي والجماعه وبجزين مع الثنائي واكيد مع المرشح ابراهيم عزار اللي بين انه كمان رقم انتخابي صعب وحتى علاقته مع ابراهيم عزار صارت افضل شوي لا في وسطات كانت مؤخرا بينه وبين ابراهيم عزار وصار في تحسن بالعلاقه بس اكيد يعني مش على حساب الرئيس بري بتكون العلاقه بيعرف هذا الشيء وزير باسيل منيح يعني بيعرف العلاقه المتينه بتربط بيت عزار بالرئيس بري. طيب هون في سؤال كمان يطرح لانه حضرتك كمان حكيت انه هل في مقبوليه داخل التيار العوني
للوزير جبران باسيل، لأنه هلأ عم ينحكى كتير عن انشقاق داخل التيار، وأساسا هو ما بعرف إذا بعده ما مضي قرار طرد بحق نائب العون ولا بعده مستمهل. طب هون دور الحزب تحديدا، والبعض يقول بأنه حتى هؤلاء النواب اللي داخل التيار المنشقين على الوزير جبران باسيل اخذين ضمانه من الثنائي الشيعي انه اذا في حال نحن انشقينا حياتنا السياسيه مضمونه عندكم. طيب وبالتالي بيقدر يكون في عنده بديل عن التيار الوطني الحر ان كان بجزين ولا ان كان بباقي المناطق اللي هن هودي نيو تيار؟ لا ما بظن حتروح الامور لهيك لهيدا البعد، يعني على الاقل بالوقت الحالي ما حتروح لهيدا البعد، يعني حتى كمان من سر التقارب مع الرئيس بري مش بجزين، المتن الشمالي كمان في تقارب حكي بموضوع المتن الشمالي، يكون في لائحة مع آل المر ومع التشلاق نعم والتيار، ويعني تكون في تركيب كبير بالمتن، في هذا الحكي موجود، بس بعده الأمور بعدها منا ناضجة للحد القول أنه يعني بعد كمان لم تنكسر الجرة بالكامل بين الثنائي والوزير باسيل، لأنه هدول النواب في حال فصلوا من التيار يكونوا على وائح الثنائي بالانتخابات المقبلة. يعني إذا بنحكي إحنا عن حالة مثل حالة نائب أنا عون، إذا بينزل مفرد مع الثنائي الأرجح ياخذ مقعد ماروني ببعضه بدون ما يكون التيار كامل بظهره. عم نحكي كمان سيمو أبي رميا نفس الشيء، إبراهيم كنعان يستطيع إذا نزل بأي لائحة ياخذ بعد ماروني بالمتن، يعني منا سهلة حتى على التيار يتخلى عنه. إيه بس كمان في هون شيء كمان دائما التيار مثل بيمسكوا بالإيد اللي بيوجعوا للحزب فيه اللي هو مقعد جبيل الشيعي. ما بظن بتوصل لهون. ما بظن بتوصل لهون لأنه مقعد الشيعي بجبيل في مقابله 4-5 مقاعد مسيحية بين زحلي وجزي يمكن عم نحكي فيها من شوي، والبقاع الغربي والجنوب وغيرها من المناطق، فهم توصل بظن لهون. ليه عم بتصور الحزب كأنه هيدا الوحش اللي بيخاف منه التيار؟ لا مش بيخاف منه التيار، في واقع سياسي، إذا بده يجي مثلا عن المقعد الكاثوليكي اللي أخذوا التيار بعلبك الهرمي، أخذوا بقدرة التيار التشجيري فوق ولا بال100,000 شيعي اللي راحوا صوتوا للائحة الثنائي، في فرق، يعني إذا كان منفرد شوف مجموع الأصوات اللي جايبهم النائب سامر التوم ما بيجيبوا حاصل، نعم. يعني ما بيخولوك تفوتي فيهم على الترمينال هدول المجموع الأصوات، حتى بالباع الغربي النائب العوني فوق اخذ 2000 صوت، يعني شو 2000 صوت؟ مختار بداية عم ياخذ اكثر، حتى نكون واقعيين، نحن يحتاج الى رافعه الثنائي، مثل ما الثنائي كمان لا يزال يحتاج الى شريك مسيحي بالداخل اللبناني، اللي هلا هو يعني التيار اكيد التيار المردة والتيار الوطني الحر عم بيحاول يوفق بين اثنين، يعني مثل مجوز اثنين. هلا الانتخابات النيابية بعدها بعيدة والانتخابات المبكرة كمان مش سوءها مش لا ما بعيدة الانتخابات النيابية، بعد 6 اشهر بلش شغل الانتخابات الفعلي الا اذا مددوا للمجلس شيء ثاني، بس بعد 6 اشهر بلش الحماوي اوكي، بس انه بعد يمكن من هلا لوقتها يصير في انتخاب رئيس وترجع تصل المواضيع ونرجع نمشي على نفس نصير على طول ننتخب رئيس ومجلس مع بعض مثل 2006. بس انا اللي بدي اسالك يا عن موضوع المرشحين الرئاسيين اليوم، يعني وصل للايام الاخيره قائد الجيش جوزيف عون بكانون ثاني بيطلع تقاعد، هل لازال هناك حظوظ لقائد الجيش؟ لانه كمان ما بيخفي عنك انه بعد المجالس الدبلوماسيه بتحكي باسمه. موضوع قائد الجيش، التجربة كقائد جيش الكل بيشهد له للعماد جوزيف عون، بس في تعاطي صار مع العلاقات مع المستوى السياسي بالحكومة، خلينا نسمي مع وزير الدفاع، لا تطمئن الفريق السياسي أول شيء بنتمي لوزير الدفاع عن التيار الوطني الحر، بنفس الوقت حتى الثنائي لا ينظر باطمئنان إلى هذه الحركة، زائد أنه الثنائي عنده مرشح وملتزم فيه، فما رح يمشي بمرشح آخر اليوم إلا إذا الوزير الفرنجي مثل ما قلنا من شوي يعلن عدم رغبته باستكمال السباق الرئاسي. فموضوع القائد الجيش يحتاج إلى 86 صوت، يعني الثلثين إذا بدنا نمشي الثلثين تعديل حضورا دستوري وتصويتا، حضور يا بدنا نمشي على فتوى حضورا وتصويتا أو بدنا نمشي على فتوى التعديل الدستوري يحتاج إلى 86، هل 86 متوفرين؟ طيب إذا بنرجع إحنا لجلسة التمديد صارت بحضور أقل من 60 نائب، ارتفاع بدنا نشوف هدول 86 مين قادر يأمنهم اليوم؟ لا بس وهل يعني الواقعي، يعني هل الحزب حيفكس عليه بالتيار؟ كان نصاب لا جلسه تشريعيه نصابها مش 86، نصابها اقل، نصابها اقل، يعني صار في التمديد مش بقل من 60. طيب هل الحزب رح يخاطر بعلاقته مع التيار الوطني الحر كلياتها؟
كان يمشي مع العماد عون للرئاسة، ولا على القليل إذا بده يخاطر بعلاقته كرمال السيوان الفرنجية بيبقى فريق سياسي ملتزم معه من 1990 وصولا لليوم. يعني فيها شوي من التعقيدات السياسية. لا أرى اليوم الحظوظ كما هي، بس ما حدا بيعرف بالتسويات الكبرى كيف تركب الأمور. يعني ما فينا نقول أن حظوظه صفر ولا حظوظه 10 ولا 20 ولا حدا في يقدر شيء بموضوع الانتخابات الرئاسية، كله بحكم التسويات. بس تجربة الحزب تحديدا مع قائد الجيش جوزيف عون كانت تجربة ممتازة كقيادة الجيش طبعا. يعني عم تحكي يعني أحداث الكحالة كانت حدث كتير خطير. لا تصرف بحكم عملك كقائد جيش، كان في محرة في يحكي مشهود له بتعاطي مع الأحداث وشهود له حتى بالتعاطي بالمؤسسة العسكرية، منه شيء سهل بخصوصا بالظرف الاقتصادي الصعب والضاغط. بس بنحكي واقع الانتخابات الرئاسية اليوم، لم يعد اسم العماد عون مطروح كما كان مطروح من سنة. لما كان مطروح من سنة كان موجود أكثر، بس اليوم غائب عنه. يعني حتى المعارضة ما بتطرح اسم العماد جوزيف عون كخيار ثالث. وإن مثلا مشيت حتى المعارضة بتمشي اليوم في اسم كبير من المعارضة مثلا تغييريين بيرفضوا أي تعديل دستوري. يعني مش بس عم نحكي عن في موقف الثنائي والتيار الوطني الحر، بدك تشوفي هل حزب التقدم الاشتراكي يفضل وزور شخصية عسكرية؟ تجربة الوزير وليد جنبلاط مع الرئيس ميل لحود، يعني في تجارب منا سهلة، يعني تحتاج أكثر إلى واقعية أكثر بالتعاطي السياسي. بس ما بيعني أنه مستحيلة وصول العماد جوزيف عون إلا إذا كان ضمن إطار تسوية كبرى تبدأ بالحدود ولا تنتهي برئاسة الجمهورية. طيب هل يعني أنه الكلام كلام الداخلي للخماسية عن مرشح ثالث يعني ديركت بيروح تفكيرك على فيتو على سليمان فرنجية أو لا مش ضروري؟ لا، الخماسية حتى اللحظة تتجنب الدخول بالأسماء، وفي قاعدة ماشي عليها، لا فيتو على أحد ولا ندخل بالأسماء. لما أقول لا فيتو على أحد، سليمان فرنجية أحد مرشحين. نعم. لا فيتو على سليمان فرنجية. بس هذا الكلام العلني، هل الكلام الضمني كمان لا فيتو؟ كلام العلني لافيتو والضمني لافيتو، ما في فيتو. ليك في دستور بلبنان، خماسية عم تقول للبنانيين طبقوا الدستور. قلت لك تخيب شو عم تقول لك طبق الدستور. طيب اذا انت اجى سليمان فرنجي ب 65 صوت مثلا وصار رئيس بحكم الدستور ولا لا؟ طيب بدها تتعاطى معه دول الخماسية بحكم انه رئيس جمهورية. هي لا تتعاطى، لا بتتدخل بالاسماء ولا انت تتدخل بالاسماء، لا قبل ولا انت تدخل بعد. مين ما بيجي بال 65 بالاطار الدستوري بيكون. طيب بعد في عندي سؤال عن موضوع الرئاسة، لأن بدي أنتقل كمان لإشكالية رئاسة الأركان. بس إذا في حال وصل ترامب على الرئاسة ولنفترض أنه سليمان فرنجية وصل كمان على الرئاسة، هل هذا يعني أنه نفس تجربة ميشيل عون بالحكم بلبنان ستتكرر مع سليمان فرنجية بحكم أنه ترامب معروف كيف تعاطيه بالمنطقة؟ فترة ولاية وعهد رئيس ميشيل عون لم يكن ترامب هو اللي ضرب له عهده لميشيل عون، نكون واضحين. اللي ضرب عهد الرئيس ميشيل عون هو التعاطي السياسي من قبل فريق الرئيس ميشيل عون، اللي اجى من اول النهار بده يحط الرئيس بري بالحبس، وليد جنبلاط على الحبس، سعد الحريري على الحبس، بده يحط العالم كله بالحبس. هي كمان مش واقعية بالتعاطي السياسي مثل عم نحكي. ف يعني ما كان في انه أن ترامب مش حاطط لبنان وخريطة لبنان عم يتفرج عليها ليلا نهارا. ترامب أو الولايات المتحدة الدولية بتمشي حسب مصالحها السياسية والاقتصادية وغيرها. يعني إذا مصلحة السياسية، يعني إذا كان سليمان فرنجية موجود بقصر بعبدة وال1901 عم بيتطبق، اللي بدأت مانع وصول سليمان فرنجية من عدمه أو شخصية أخرى. يعني الرئيس ميشيل عون مع عهده كان ترسيم الحدود، الرئيس ميل لحود بعهده دخل الجيش إلى الجنوب، لهدول كانوا مطالب أمريكية. أكان ترسيم الحدود أو دخول الجيش، انتشار الجيش منطقة جنوب الليطانية، هذا كله كان مطالب أمريكية، ونفذهم رئيسين ينتميان إلى محور الممانعة. فما بيمنع أن وصول سليمان فرنجية أنه يقلق الولايات المتحدة من عدمه، لا بالعكس. وحتى يعني أعضاء بفريق حملة ترامب الانتخابية تربطهم علاقة وثيقة بالوزير الفرنجي. تربط أعضاء العمل تبعوا لترامب في منهم علاقة وثيقة؟ طبعا عندهم علاقة وثيقة وصداقة مع الوزير سليمان فرنجي، ومنهم مسعى بولس منسق العلاقات العربية بحملة الرئيس دونالد ترامب. أوكي، وهل هذا يساعد بإيصال سليمان فرنجي إلى سدة الرئاسة؟ إذا بيوصل أو ما بيوصل، يعني بحكم أن السياسي بأمريكا لا تقرر حسب الصداقة من عدم، تقرر حسب إذا في مصلحة أمريكية أو إذا ضمنت المصالح الأمريكية بهذه المنطقة. مثلا أنه
انه مثلا خلينا نحكي نعطي مثال اخر انه هل الولايات المتحده مصلحتها السياسيه بالدرجه الاولى يكون في رئيس وزراء في العراق تعتبره مقرب من ايران؟ لا. بس وجود رئيس حمد شياع السوداني ما عمل ضرر على المصالح الامريكيه الاستراتيجيه بتعاطى معه. بس لان البعض يعتبر انه وصول سليمان فرنجيه سيكون اقصى من وصول ميشيل عون، وخصوصا انه سليمان فرنجيه ثابت على موقفه الاستراتيجي. هذا كلام استهلاك داخلي لبناني، برا الامور لا ما بتتركب مثل بتركب بتضيع هون، لا بتركب في مؤسسات، في مؤسسات امن قومي، في دوائر قرار، في بينظروا اخر شيء بينظروا اسم الشخص، اخر شيء بينظروا اسم الشخص، بيهم البروفايل، بيهمون البروفايل، بيهمون المصالح السياسيه، المصالح السياسيه الامريكيه مضمونه، ما بتفرق عنده مين ما كان رئيس حكومي، كان نوري الملك رئيس وزراء بالعراق. طيب يعني نحن قادمين على حل يكون حل شامل، حل حدودي بالإضافة إلى الوضع السياسي الداخلي، باكيدج كامل، يعني رئيس جمهورية وعم نحكي عن رئيس حكومة كمان، وبالتالي هون الوضع السني كمان في علامة استفهام على الوضع السني. لكن المنطق بيقول هيك، المنطق بس على معطول لبنان بلد كمان في لا منطق بعض الأحيان، المنطق بيقول أنه إذا بده يصير في تهدئة وديل على حدود بده ينسحب يكون ضمن رئاسة الجمهورية. بس كما حد ما في يعرف، يمكن بكرة نشوف انتخابات رئيس الجمهورية تتسارع بالانتخابات الأمريكية، أو العكس ما نشوف رئيس الجمهورية لبعد الانتخابات الأمريكية ليجي الديل، يعني كلها تدخل بإطار نسميه التبصير السياسي اليوم، والخوف بلعبة التبصير شوي بوجع الرأس. أما بموضوع، خلينا كمان شوي بموضوع الرئاسي، أنه في حال صار باكج ديل، طيب الباكج ديل يحتاج من الحزب، بالنسبة للحزب يحتاج إلى ضمان السياسي، ضمانته السياسية بتطبيق أي اتفاق يحتاج أنه يكون بده رئيس جمهورية. يعني إذا رجعنا إحنا 1901 الحزب يوم 1901 كان فيه ميلا حودي أصل بعض، اعتبروا ضماني لقاله بتطبيق 1901، وهو اللي أشرف على دخول انتشار الجيش بالجنوب الليطاني، ففي عدة ضمان السياسي. اليوم الحزب إذا بده يروح إلى اتفاق على حدود، اتفاق أمني، يحتاج إلى ضمان سياسي، يعني بده يكون يا سليمان فرنجي يا سليمان توني فرنجي يا حدا على بروفايل سليمان توني فرنجي، ما عنده حل تاني. يعني نحن رايحين على رئاسة سليمان فرنجي، ولكن هيدا ينتظر الوقت. إذا صار في باكج ديل مع الحزب، طب بالنهاية بدها تخلص الحرب بغزة، يعني بدنا نوصل لتسوية. لا، ويمكن يجي الباكج ديل ونروح بخيار ثالث، باسم خيار ثالث، بيكون يلعب دور الوزير الفرنجي باختياره. أو يمكن يجي الوزير الفرنجي بعد، تحتاج هيدا نضوج مشهد التسويه بالمنطقه. اليوم بدنا نشوف، يعني كل حد كلنا ضامنين انه الحرب ما توسع بالمنطقه كلها، ما حدا ضامن شيء من بس شيء. كمان ليه لنخبي ثابته كثير اساسيه وخطيره، انه مش بس رئيس الجمهوريه اللي يضمن ظهر المقاومه، في عندك الحكومه في دور كثير كبير، ونحن بنعرف بال 2006 يعني هذا التجاذب، على الرغم من انه الوحده الداخليه كان في تجاذب ما بين الرئيس السنيوره وحزب الله. طب هلأ رح نرجع نفوت بنفس التجاذبات في حال صار في اتفاق على تطبيق 1701 من منظار جديد؟ لكن موضوع التطبيق 1701 طالما التطبيق بعده بهذا الإطار المتعارف عليه، بس بعد 2006 ما بظن حيكون في تجاذب. هون موضوع الحكومة، الحزب يعرف بيعتمد أنه الحصص وحصص حلفائه النيابية تخول له الأكثر من الثلث بأي حكومة مقبلة، ثلث المعطل. إيه، إذا ما اطمأن الحكومة بيصير بتكرار 2010. أوكي، الباكج يضم أيضا تسوية الوضع السني، لأن في عندك عنصر أساسي بالخماسية اللي هو السعودية، اللي هو عراب السنة بلبنان، وبالتالي يعني أنه هذا الوضع السني هل أنه راضي عنه السعودية؟ ممكن، لأنه مش مشكلته الوضع السني، نجي نحكي نقرأ الأمور كما هي. الطائفة السنية كانت الوحيدة بلبنان يلي بالانتخابات النيابية قدرت تنتج قيادات بعيدة شوي عن المشهد التقليدي بالسياسة، وكانت الطائفة بغض النظر عن نتيجة الأشخاص، نتيجة نقول مثلا إكس أو واي من التغييرين، أوكي في انتخابات تانية يعني بتصير، بس أنه أول إنتاج طلع اليوم هو الطائفة السنية. وشهد انتخابات المفتين بالمناطق، نعم، وشفنا كان الانتخابات عم بتتم بهدوء، و يعني الطائفة السنية هي كمان بدنا ننظر، هي كمان مؤسسات، يعني مؤسساتية لا تعتمد على شخص أو على مجموعة، حتى نكون كمان عم نحكي واقع، عم نحكي عن 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 أمة تبدأ بالمغرب وتوصل لإندونيسيا، يعني منهم أقلية تخاف على حالة الطائفة السنية، فوجودها محفوظ بالسياسة اليومية أو بالسياسة على البعد الأوسع من هيك بحكم المحيط السني العربي. فوجود اليوم الطائفة السنية ما بتعاني مشكلة، بالعكس
أنا بقراءتي بشوف بالعكس أن يوم هي بلشت سبقت غيرها من الطوائف بالتعددية النيابية بالابتعاد عن الأحادية السياسية اللي كمان إن كان بعض بشوف إلى حسنات الأحادية السياسية بس بنفس الوقت كمان إلى مضار أنه يكون واحد عم بيأخذ مثل ما هو طائفة بحد ذاته وإلى حسناته أنه بيكون القرار مضمون بشخص واحد بالنهاية السياسي كلها يتفيا يعني التعاطي السياسي فيه له حسناته وفيه له سيئاته فأنا عارف ما بدك توصل فموضوع الرئيس الحريري موضوع الرئيس الحريري يتعلق بشخص الرئيس الحريري بحسب ما بعرف عن قد بهذا الموضوع هنا يتعلق بشخص الرئيس الحريري متى هو قرر العودة لما الرئيس حريري علق عمله السياسي علقه هو لعمله السياسي وإذا بده يرجع عن تعليق عمله السياسي وهو بيقدر يرجع عن تعليق عمله السياسي يعني منه الرئيس حريري أول شيء ما غاب عن البلد يعني ب 14 بعد شفنا حضوره بعض حضوره موجود حضوره الشارع بالشارع موجود الرئيس الحريري فهو بس بده يرجع ويختار التوقيت للرجع ما هو أساسا عند الرئيس الحريري بعده لليوم بيلاقي الوقت الغير مناسب للرجع صحيح بس أنا عم بحكيك مش لأوصل لهذا أنا عارف أنا عم بحكيك بتوصلي وأنا عم بحكيك أنا عم بحكيك لأنه كمان عم ينحكى إنه الرئيس نجيب ميقاتي عم يشتغل إلى هذه العودة وحتى البعض عم بيحكي إنه الرئيس تمام سلام كمان اسمه مطروح وهو سيكون الأقرب إلى رئاسة الحكومة لأنه في تجربة أساسية ومهمة له لك تجربة الرئيس تمام سلام تجربة محترمة برئاسة شفت أنك ظلمتني لا تجربة محترمة مع وصلك كمان لخاتمة تاني تجربة محترمة برئاسة الوزراء هو يعني عنده تجربة الكل كان مرتاح معه للرئيس سلام نعم. وحتى بموضوع صلاحيات رئاسة الحكومة كان متصلب كتير يعني احنا بنعرف الرئيس سلام هادئ نعم. بس ما يتعلق بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء لا ما يكون ما يعطي بمجلس الوزراء الصورة الهادئة اللي احنا بنعرفها لا كان يواجه ومثل بيقولوا عنده ركاب الرئيس سلام بس نروح شوي أبعد شوي موضوع الرئيس ميقاتي ما الرئيس ميقاتي نهار تكلف آخر مرة تكلف بديه 51 سو نروق منا سهل العودة وإن اليوم عم بيلعب ليك كمان لا يحسد على رئاسة الوزراء بهذا الوضع الرئيس نعم. ميقاتي بس شاطر بتدوير الزوايا الرئيس ميقاتي ولعبة الحبال هو مالكة بس أنه مرحلة المقبلة في حال صار في انتخابات رئاسية وصار في تسوية إذا صار في تسوية تحتاج صارت إلى اندفاع سياسي جديد يعني وإن كان اسم الرئيس سلام مطروح ما بيعني أنه جزم الرئيس حكومي وأن الرئيس ميقاتي من الأسماء المطروحة ما يعني جزم الرئيس حكومي قد نشوف أسماء جديدة تطرح برئاسة الحكومة لا نشوف شو هي لائحة الأسماء الجديدة اللي بدها تكون بالمدى المنظور بمحور أخير عن موضوع رئاسة الأركان هذا الموضوع يقلق كثيرا رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جبلاط ويعتبر أنه هذا حق يجب أن يتم الاعتراف به من كامل المكونات السياسية الكل معترف فيه إلا الوزير جبران باسيل بعده يمكن عنده مطالب وشروط كيف رح يخلص هيدا الملف ومستقبل المؤسسة العسكرية في حال ضلوا على مثل ما بده وليد جبلان بده يخلص مثل ما بده بس على أي على أي ديل باكيج ده هلأ ما يحكى عن ديل يتعلق شيء بالقضاء بمقابل رئاسة الأركان بس كمان الرئيس بري لحد اللحظة ما أنه ماشي بموضوع هذه التسوية يعني بالجو عم نحكي أصلك إعادة إطلاق يد القاضية غدعون مش ماشي فيها الرئيس لا ما في شيء هذا الجو أبدا يعني كان أنه تطلق يد غدعون مقابل أنه يعترف الوزير بسيب بمرسوم رئيس الأركان فبدو يمشي اخر شيء ما يريد هلا هذا من ضمن اطار النكد السياسي يعني ولا مش نكد سياسي هي محاوله تحصيل لانه كمان القاضي غدعون الكل بيشهد انه ما قبض ليره عم نحكي هون عن النزاهه نعم. عدم يعني بس بنفس الوقت كانت عم تشتغل سياسي بالقضاء الرئيسي غدعون يعني اينما وجد حدا ممكن يكون يأثر على جبران باسيل شفنا الهجوم غير المبرر بكثير من الأحيان كنت الموضوع مكتف الموضوع مش أنا مكتف رايحة جاي مكتف تجيبها من الدولة وتطلع عند مكتف وتوقف على البالكون وتعمل باي للعالم ونزقفوا لها غدعون طيب وين الداتا تاعت مكتف مع أني قالوا أنه شابوا داتا وفي مليار حكي بتريليون عشوائي محاولين من لبنان قالوا مكتف أنه هو اللي حول طب وين أني شو توصلت التحقيقات بموضوع غدعون؟ ما أخذوا الكمبيوترات وحللوا الداتا وعملوا
وين نتيجة التحقيقات؟ ما في نتيجة تحقيقات، هي كل كان هجوم على مكتف، أنه كان مكتف في حينه مقرب من القوات اللبنانية، وفي احتمال يكون مرشح على المقعد الكاثوليكي بالمتن الشمالي، وربما يمول الحملة القوات اللبنانية، فعملوا ضربة استباقية قبل الانتخابات يومتها بقصة بالقضاء. نعم. آخر شيء أنه يعني قضيت على ميشيل مكتف، فلم تقضي على شركة مكتف، يعني ما جبتنا نتيجة، ما طلعنا قلنا أنه والله رواند حوالي 6 مليون دولار، مظبوط؟ حوالي 6 مليون دولار. ويعني تاني شيء، حتى لو محاول في حوالات مجلس النواب يلي ضمن التيار الوطني الحر ما اصدر قانون يجرم تحويل الاموال. صحيح. يعني اذا طلع بكره انه فلان محول 10 مليون دولار، اوكي من الناحيه القانونيه قانوني، بس من الناحيه الاخلاقيه شيء ثاني. عم هيدي كان يطلع يحكي فيها كمان رئيس لجنه المال والموازنه النائب ابراهيم كنعان، انه ما في قوانين تحرم اي مواطن او اي متمول انه يحول امواله. بس انا اللي بهمني بهيدا الموضوع كيف شو بده ياخذ بالمقابل الوزير جبران باسيل لكرمال يمشي بتوقيع المرسوم؟ لا ما في يعني بده ياخذ. شوف شو بحس هو الرئيس بري بمرحله لاحقه، بس انه اطلاق يد غدا هون، لا في نائب عام تنيزي هون، يعني ما بتركب القصه كمان بالتسويات بهذا الموضوع. في يعني ما بيكسروا السنه على حساب، مش بس يكسروا السنه، في نائب عام تنيزي هو له الكلمه الاولى والاخيره بهذا الموضوع. يعني طلع قراره الرئيس جمال حجار بهذا الموضوع، بيحكم الرئيس جمال حجار ولن يعود عن قراره الرئيس جمال حجار، اخذوا قولا واحدا هذا القرار. طيب. هذا القرار يحمي القضاء من ان يتحول الى اداه للابتزاز السياسي، لكي عم تشغله الرئيسي غدا عون يرقى الى مستوى الابتزاز السياسي. طيب احتمال تعيينات شامله اللي كنا عم نحكي فيها ما قبل التمديد موجود، هذا مطروح الموضوع، التعيينات الشامله مطروحه، وفي التمديد لكل قادة الأجهزة والضباط حتى كمان مطروح هذا الشيء، بس من المبكر الحديث أنه شو راح يمشي، أي طرح بيمشي من عدمه، لأنه بينحكى في هذا الموضوع بعد شهر 9 لما يكون اقترب نهاية القانون يلي تمدد فيه من بسنة، ساعتها بلش الحكي الجد. الرئيس بري يقول احكوني بخمسة كانون تاني. شكرا كثير الصحافي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان. شكرا. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك، وشكر موصول لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.